نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبيونال على EFM. قضية اليوم بدأت أحداثها في ليلة من ليالي جويليا 1995 في ولاية الكارولين دي سود الأمريكية. ليلة سخونة سخونة سخونة، تقولش الشمس تمسمرت في بلاصتها وما حبش تروح. الناس تسلت في عرق الغلبة، واللي حل شباكه كأنه حل شباك من شبابك جهنم. الحاصل قريب باش يجيبوا بافاروتي يقرق بك الشمس هذيك ويغني لها قولوا لعين الشمس ما تحماشي. ما عليناشي، امرأة واقفة تستنى في جماعة باش يجيوا يهزوها بالكهرباء، وسمعت حثلة وراها. تلفتت تلقى واحد هبط من شباك متاع حانوت حجامة وعطى على ساقيه وذاب فيها كالظلام. المرأة من حينها مشات كلمة 911، احكت لهم على اللي صار، وجاتها الطامة والعامة عاري ولابس، معناها اللي بالكسوة واللي سيبيل. وهما خلطوا وكا المرأة مازالت تحكي في التليفون مع 911. في تواتر هالأحداث وقت اللي الشرطة خلطت، كانوا يتصوروا أنه المسألة ما تنجمش تكون أكثر من عملية سرقة، معناها براكاش كيما اللي صار أخيرا في حانوت متاع حجامة عندنا. عاون من الأعوان لقى الباب مسكر من داخل، قال له تحل واعطينا حكايتك الكل، وينزل عليه بساقه خلعه. الضو كان طافي والدنيا داهسة، ولا شعل اللومب تورش متاعه وما لاحظ حتى شيء يلفت الانتباه أو يثير الشبهة. لكن دوب ما خلطت البيت في آخر الحانوت القى فيه جثة متاع امرأة ملطوخة على القاعة، وظهر اللي هي تعرضت لعملية قتل. بجنبها القى اون سونغل أحزام، والحزامات أنواع، لكن هذا الشكل متاعه كما كلي قرطوا به السلعة فوق الكماين، ما هوش حبل بلاستيك، ما هوش قرنب. والواضح لهنا أنه المجرم خنق بها الضحية متاعه وربطها في الرادياتور متاع الشوفاس سنترال. مبدئيا الدافع متاع الجريمة ما هوش السرقة، لأنه ستوش متاع الضحية موجود بفلوس وبوراقه وبالكارد كريدي، الكلهم موجودين وما تهزوش. والحاجات زادة اللي يمكن اعتبارها ثمينة وعندها قيمة في الحانوت كيف كيف ما تهزوش. بالنسبة للكهرباء متاع الضحية واللي واقفة قدام المحل، لا تخلعت ولا تمست، معناها كل الدلائل ماشية في اتجاه اعتداء جنسي، معناها اغتصاب انتهى بجريمة قتل. والعملية هذه استهدفت الحجامة مولات الحانوت هي بنفسها، واسمها دانا سوترفيلد، عمرها 27 سنة والمسكينة أم الزوز صغار. امتلقى من رجلها عندها مديدة ولات تعيش وحدها مع بنياتها الاثنين، هذا بعد ما انفصلت على رجلها مايك وهي اللي تكفلت بتربيتهم وقرايتهم. في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه دانا هذه الضحية بدأت تخدم في المحل هذاك 7 سنين التالي، وفي وقت من الأوقات مولات المول اقترحت عليها أنها تقبلوا فون دو كوميرس، وهي قبلت وزدمت ولقات روحها بعد 4 سنين خدمة معلمة وصاحبة الأمر والنهي. استحفظت على الكليونات وزادت برقشة الحانوت وشريت ماتريال جديد وقعدت تخدم على روحها. في مجريات هالأحداث الطبيب الشرعي أكد أنه دانا تعرضت للاغتصاب. بالنسبة لساعة الوفاة حددها مع 8:30 متاع الليل، لكن الحانوت كان محلول رغم أنه الدفتر اللي تقيدوا فيه الرانديفوات متاع الكليونات متاعها ما كان مكتوب عليه حتى شيء بعد آخر رانديفو، واللي التوقيت متاعه مسجل مع 6:30، معناها من المفروض دانا تروح كالعادة، كي يبدأ ما عندها حتى حد ما تقعدش، لكن ساعات تفوت 10 متاع الليل هي والحريفات. خلف هذا الشرطة تحصلت على شهادة ثمينة برشا من عند واحد من المتساكنين، قال أنه وقت اللي خرج بكرهبته في الحومة شاف كرهبة من نوع فورد برونكو مولاها يمشي ويجي ويحوم في الحومة بطريقة مشبوهة.
الحكاية هذه صارت قبل السبعة، وحسب قواله السيد اللي سوق في الكرهبة هذيك اجنش، معناها قوي البنية، لكن ما نجمش يثبت مليح في الملامح متاعو. بالنسبة لعملة البلاغ للشرطة واسمها ديانا هاريس، قالت أنه الشخص اللي شافته هو من السكان البيض، طوله قرابة 1.95 متر، لابس ماريو لجري وسروال جين، والأوصاف اللي اعطاتهم كانت على درجة كبيرة من الدقة، ومكنوا الشرطة الفنية باش يعملوا أن بورتري روبو، صورة تقريبية للمجرم المحتمل. هذايا باش تعرفوا دقة الوصف والأوصاف عند نساء حتى لو كان تبدأ الدنيا مظلمة. هكا الصورة التقريبية وقع البث متاحة على وسائل الإعلام، وتلصقت على حيوت متاع الحي ذاك والمدينة كاملة، والمحقين بداوا بطبيعة الحال في البحث عن مظنون فيه باستعمال قاعدة البيانات المحلية والفيدرالية، يعني متاع الـ FBI. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في أمريكا مجرد التعرف على جنس الجاني، معناها من السكان البيض أو من اللي زفروا أمريكا، يخلي حظوظ الشرطة تكبر أكثر في التعرف على الجاني. الشرطة في تقصياتها تلقات شهادة من عند واحد آخر قال أنه شاف نفس السيارة اللي حكى عليها المتساكن اللي غادي، واللي هي فورد برونكو، كانت واقفة قدام مقر متاع شركة، واقفة غادي يشتعمل قالولو. هو قال لهم هذاك علاش علمتكم، لأنه ما فما حتى موجب بشكل كرهبة هذيك تقف غادي، وخاصة لزوز أسباب، أولهم أنه البلاصة خلا وقفار، وثانيهم أنه الشركة هذيك مسكرة عندها مدة وما فيها حتى حد، حتى عساس لا، وهو يعرف وضعيتها مليح بحكم أنه خدم فيها. فيها التور هذا من القضية وفي المعاينة متاع ساحة الجريمة، المحققين ركزوا على البصمات وما خلاوش بلاصة ما صبوش عليها كالغبرة الكحلة اللي تخرج الأثار متاع السوابع. وبالطبيعة الرادياتور متاع الشوفاس سنترال هو اللي كان عليه الاهتمام الكل، وبحكم أنه المجرم استعمله باش يربط فيه الضحية دانا، ومن المستحيلات الكل أنه ما يخليش عليه أثار سوابعه، اللهم لو كان استعمل جواندويت. الخبراء متاع المعمل الجنائي شموا الرادياتور شوية غبرة، وهو من حينه وراهم بصمة، بصمة واضحة وجلية متاع أصبع. واحد منهم قال للمحققين اللي كانوا موجودين على عين المكان أنه أصبع هذاك هو بدون شك ولا اختلاف متاع المجرم. المحققين تعجبوا كيفاش كان الخبير هذاك متأكد من نفسه، قالوا له كيفاش انت متأكد من روحك أنه البصمة هذيك هي متاع المجرم. خبير المعمل الجنائي وراهم بالبروفة أنه البلاصة اللي فيها صبع ما تنجم تكون كان متاعك اللي ربطت السانجل، معناها اللي ربطت السبتة في الشوفاج. وكي قارنوا البصمة هذيك في قاعدة البيانات متاعهم باللي موجودة على الرادياتور، المفاجأة كانت أكثر من مدوية، طلعت متاع راجل دانا السابق أو بالأحرى طليقها، معناها متاع مايك سوترفيلد. والشرطة في نهاية الأمر اعتبرت أنه من الطبيعي يكون على رأس القائمة متاع المظنون فيهم، خاصة وأنه التحريات الأولية أظهرت أنه المجرم يعرف الحانوت ومولات الحانوت مليح مليح. الجريمة توحي اللي هو حب يتشفى منها وينكل بها، معناها ثم كيف الحقد الكبير في الطريقة اللي وقع بها الاغتصاب وفي الجريمة نفسها. وهذاك علاش الشبهات تحصرت في مايك راجل دانا الضحية. وفما دليل آخر يزيد ربما يدعم الفرضية هذه، لأنه العملية صارت في الوقت اللي عادة دانا تسكر في حانوتها كي يبدأ ما عندهاش حريفات، هيك تنظف اللي تنظف وتسكر. والمعاينة متاع ساحة الجريمة أعطت برشا معطيات على أطوار الاغتصاب والقتل. في تواتر الأحداث والمعاينة لساحة الجريمة، المحققين عرفوا أنه الجاني دخل غادي من الباب، ومن بعد سكروا البلوكيوس الدخلاني بالسرقة، معناها من غير ما تفيق به دانا، على خاطر هي ما ثماش علاش باش تسكر باب الحانوت وعندها حريفة الداخل، وهذا يخلي الشرطة تتأكد أنها تعرف القاتل مليح مليح. الأثار متاع الخطاوي زادة اللي لقاوها في وسط الحانوت توضح أنه المجرم هجم على دانا بعد ما طفى الضوء وكركرها حتى للبيت الصغيرة اللي موجودة في قاع الحانوت، واللي هي كانت تستعمل فيها كبيوندري، معناها تغسل فيها الصابون، وبما أن حجامة تغسل فيها المناشف والمنادل والطبليات. وفي البيت هذيك اغتصبها ومن بعد اخنقها بالسانجل كما حكينا لكم، وربطها في الرادياتور متاع الشوفاس سنترال.
الطريقة اللي تم بها الاغتصاب والقتل خلفت مشهد على غاية من البشاعة، وكان صعيب برشا حتى على المحققين المتعودين على الجرائم. الطب الشرعي كما سبق وقلنا لكم أكد أن الجاني قام بالاغتصاب ودانا في شبه غيبوبة لأنها المسكينة فقدت وعيها من كثرة الضرب. التقرير يقول زاد أنه الخنق صار بعنف وقوة كبيرة برشا، خلفت نزيف كامل وصل للعينين متاع الضحية وردهم أحمر بالدم. في هالمرحلة هذه من قضية الشرطة مشاو المايك طريق الضحية باش يستنطقوه وطلبوا منه باش يوضح لهم المكان متاع التواجد متاعو في الوقت اللي صارت فيه الجريمة، معناها يعطيهم أناليبي، حجة غياب على مسرح الأحداث، معناها الحانوت والحومة والحي هذاك بكل. مايك طليق الضحية وحسب قواله كان مع بناته الاثنين اللي أدلوا بشهاداتهم، وقالوا أن أبوهم تلقى مكالمة من مركز الأمن ووقتها فهموا أنه فما حاجة صارت لأمهم، معناها أيدوا عذر الغياب متاع أبوهم على مسرح الجريمة وخلاوا الشبهات تخف عليه. والحاجة اللي زادت عاونته أن واحدة من بناته اللي اسمها أشلي عاودت برشا كلمات من اللي قالتهم لوبيراتريس متاع الشرطة اللي علمته بإمكانية وفاة مرته. لكن اللي بقى هي مسألة البصمة اللي لقاوها على الرادياتور واللي تمثل دليل إدانة واضح ضد مايك، أشني حكايتها؟ طليق الضحية يقول أنه طبيعي باش يلقاو البصمات متاعه على الشوفاج وعلى برشة تجهيزات متاع الحانوت، لأنه هو اللي كان يصلح كل شيء لدنا، مش شوف دو بان للي كاسك للي سيشوار. ومعقول أنه كيحل حاجة في الرادياتور بالكليا مولات متاعه يخلي أثار متاع سوابه. وخلينا نقولوا لهنا أنه خلفك البصمة هذيك ما كان ثم حتى شيء آخر يورث مايك، للأوصاف اللي اعطاتهم الشاهدة ديانا هاريس اللي حسب قوالها شافت شخص نقز من الشباك متاع حانوت دانا، وللبروفيل أديان يعني الحامض النووي متاع المغتصب اللي ملقاو فيه حتى وجه شبه مع الخصائص الجينية للحامض النووي متاع مايك. وختامها مسك مايك سمين، معناها بطي بلغتنا، من نوع اللي مرضى باللوبيزيتي، الحاصل يطيح 120 كيلو جري وصعيب ياسر أنه يتشعبط في شباك عالي وينقز منه. الجهامة متاعه تقول غرمول، لا يتحملها الشباك ولا ينجم يعديها. في المرحلة هذه وبعد المعطيات اللي عرفوها، المحققين بدأوا يفهموا أنه مايك طليق الضحية ماهوش الشخص اللي تتوفر فيه مواصفات الجاني، ولهنا عملوا فحص فيه أكثر تدقيق المكان الجريمة لعل يلقاو بصمة واحدة أخرى أو أثر آخر يوصلهم الهوية المجرم. المرة هذه الاهتمام متاعهم متركز على الدم اللي لقاوه حول الجثة، واحنا سبق وقلنا لكم أنه العملية فيها برشا عنف وبالتالي برشا دم جرى من راس الضحية اللي تلقات برشا ضربات قبله أثناء الاغتصاب. ولهنا الشرطة لقات في الدم ذاك جرة متاع أصبع، والأخصائيين متاع المعمل الجنائي استعملوا التقنيات المتاحة الكل باش يتعرفوا على صاحب جرة أصبع، وبعثوا كل شيء لقاعدة البيانات الفيدرالية واستعانوا بأكبر الخبراء. لكن شيء، هكا الجرة قعدت بدون هوية والإمكانية الوحيدة اللي بقات لهم هي الكرهبة، معناها الفورد برونكو اللي شافوها زوز من المتساكنين وقالوا أنه اشتر اللون متاحها أزرق واشترها الآخر أبيض. الشرطة مشى في بالهم أنه ما ثماشي منها برشا وبالتالي نجموا يوصلوا بسهولة للجاني، لكن اتفاجئوا اللي ثم منها عدد لا يستهانوا به ومستحيل أنهم يطلعوا مجرم ما بين الناس اللي يملكوا النوع هذا من الكراهب. في مجريات البحث والتحقيق في القضية هذه اتعدت الأيام الأسابيع والأشهر وما تغير حتى شيء، الأمور بقات على ما هي عليه والمحققين ما قدموش بالكل في التحريات متاعهم حتى لين تغلق العام وبدأت الأمال متاعهم الكل تتلاشى وتحطت القضية على رفوف النسيان. وفي نهار من نهارات ضربة حظ باش ترجع القضية على الساحة، بلاغ جال الشرطة يقول أنه واحد من المرابيط أحكى على سجين كان يتقاسم معاه الزنزانة
حسب قواله كان يحكي له على وحدة اسمها دانا سوترفيلد، يعدد له في المفاتن متاحها وفي غرامه بها وبدنها خاصة. هالمربوط هذا اللي عمل البلاغ كان يسمع في الحديث وساكت، وفهم الحديث متاع المربوط اللي كان معاه في نفس الزنزانة اللي هي تقتلت، رغم اللي زميله المربوط ما أكدش أنه هو اللي قتلها، لكن هو مخه ترجم له الحكاية هكاكة وما استحقش التفسير، وكلم الحراس بالسرقة، قال لهم يحب يقابل المدير متاع الحبس على خاطر عنده معلومات قيمة على جريمة قتل. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في الحبس كل حد على روحه، شاكان بوغ سوا، وبالتالي وقت اللي مربوط يحكي حاجة من نوع هذا ينجم أي سجين يستعملها باش يدبر بها تقليص في العقوبة متاعو، بلغة أوضح يقود يصب وإلا يبيع، لأنه في الحبس ما عنده كان نصبة واحدة ينجم يدبر منها راسه، هي بيعان الكلام على الشخص اللي اعطاه أسرار، يبيع ويدبر في جورتو روميز دو بان. ولهنا هكا السجين اللي حكى على دانا واسمه روسيل تريفور كوين وعمره 29 سنة القى روحه في الكماشة متاع المحققين. في هالتور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه هالسجين هذا روسيل تريفور كوين تربط في الحبس من أجل اغتصاب، والمرأة اللي اغتصبها ربطها في شجرة أما ما قتلهاش، لكن الطريقة اللي تصرف بها فيها برشة تشابه كبير مع الطريقة اللي استعملها مع دانا الحجامة. وفوق من هذا الفترة اللي تقتلت فيها الحجامة دانا هو كان حر طليق، معناها مش في الحبس، وبالتالي ولا المتهم الرئيسي بالنسبة للشرطة اللي انطلقت في جمع الأدلة المادية باش تكون ملف الإدانة وتخلي وكيل الجمهورية حيله على القضاء من أجل الاغتصاب والقتل. المحققين في المرحلة هذه استدعوا الشاهدة اللي شافته بالقداء، معناها اللي عندها فكرة على الملامح متاعه، ومكنت الشرطة من إنجاز صورة تقريبية ليه. المرأة هذه اسمها ديانا هاريس، هك اللي كانت واقفة مش بعيد على الحانوت متاع الضحية دانا. المحققين وراوها تصاور متاع المربوط روسيل تريفور كوين وهي عقلته، قالت هذا هو ومستحيل نغلط ولا نغبى فيه. نفس التصاور هذوكم وراوهم للبنات اللي كانوا يخدموا مع دانا الضحية وحتى الحريفات متاعها، والكلهم قالوا أنهم شافوه في الحانوت، معناها السيد هذا مستان سيجيل غادي ودانا تعرفوا مليح. خلف هذا الصناع والحريفات باش يأيدوا كلامهم أعطاو أوصاف الكهرباء اللي كانت عنده، قالوا اللي هي فورد برونكو زرقاء وبيضاء. بالنسبة للمحققين أش مازال، من المفروض يقرصوا سي روسيل هذا ويتهموه رسميا باغتصاب وقتل دانا سوترفيلد، لكن في المرحلة هذه باش تصير مفاجأة ماهي سارة بالكل، وباش ترجع التحقيق في القضية هذه للنقطة الصفر. لاديان متاع السجين روسيل اطلع ماهوش مطابق حتى طرف للي لقاوه على الجسد متاع الضحية، ومرة أخرى القضية باش توصل للزنقة حادة وتبقى من غير لا متهم لا مشتبه فيه، وترجع الرفوف النسيان، وما هيش باش تبقى عام، باش تجبد 11 سنة يلزمكم تعرفوا أنه جرائم القتل في أمريكا ما فيهمش دي ديلي دو بريسكريبسيون، معناها أجال تسقط فيهم الدعوة أو الأبحاث، القضية تبقى قائمة الذات وكل ما تصدر معلومة جديدة يضيفوها للدوسي. وفي قضية الحال ما جات حتى معلومة جديدة وما تغير حتى شيء، لكن المحققين بقاوا متشبثين بها، لأنه المشهد متاع دانا الحجامة وهي جثة هامدة تعوم وتغطس في دمها ما نجموش ينساوه بالكل، وبالتالي ما أيسوش وما قبلوش الفشل أو الإخفاق، وبقاو يترصدوا في أي فرصة تعطي منعرج جديد للتحريات متاعهم وتوصلهم المقترف الجريمة. وكيما صارت ضربة الحظ عام بعد موت دانا، الصدفة باش تلعب دورها من جديد 11 سنة من بعد، مع شكون؟ مع أشلي بنت الضحية دانا الحجامة اللي كان عمرها وقت اللي تقتلت أمها 8 سنين. لكن هكا الطفلة هذيك ولات صبية عمرها 18 سنة وتقرأ في الجامعة وتحاول أنها تبني حياتها وتنسى تدريجيا المأساة اللي قعدت عايشة فيها، وما تنجم تسكر الجرح إلا ما المجرم اللي اغتصب لها أمها وقتلها يتشد وينال العقاب.
في هالمرحلة هذه من القضية أكيد راكم تتسألوا كيفاش هالصدفة هذه لعبت دورها في القضية. نهار وأشلي بنت الضحية دانا هزت كرهبتها الميكانيسيان في الحومة، هي عمرها ما مشيت له وهو ما يعرفهاش، وكي دخلت ريكتو سالت. الطفلة كانت مزيانة برشا وما هيش من نوع اللي كي تتعدى ما تلفتش الانتباه، صعيب باش الواحد ما يخزر لهاش وما يحاولش يشبع عينيه منها. المفيد قالت له ينجمش يعمل لها فيدونج للكرهبة، قال لها ممكن وفوق الممكن، وعينيه مرشوقين فيها ويقول في قلبه منين هبطت هالقنبلة هذه. ولهنا الصانع متاع الميكانيسيان هو زاد قعد كاشخ فيها لأنه يعرفها وكاتم ديه فرداه. ما عليناش، أشلي خرجت وخليت كرهبتها باش يعمل لها الفيدونج، والصانع قال العرف وراهي هذيك اسمها أشلي سوترفيلد، الاسم هذا كيف اللي الميكانيسيان سمع به من قبل. قال له عجب، الاسم هذا ما هوش غريب عليا. صانع قال له أنه أشلي هذيك هي بنت دانا سوترفيلد اللي تقتلت 11 سنة التالي. وقتها الميكانيسيان ربط الخيوط، لكن ما كانش يعرف أنه دانا عندها صغار، والمسألة هذه ألمته برشا، معناها وجعته. حط روحه في بلاستك الطفلة اللي المسكينة عاشت المدة هذيك الكل محروق على أمها وما تعرفش شكون اللي قتلها، وشاف أنه من الواجب متاعه يعاونها باللي يعرفه. هالميكانيسيان هذا اللي تمسك بعدم إفشاء الهوية متاعه وطلب من المحقين باش ما يعطيوش اسمه، أعطاه الشهادة اللي باش تمثل المرة هذه بالحق المنعرج الحاسم في القضية. الميكانيسيان مشى للشرطة وقال أنه عنده يقين اللي صاحبه جوناتان فيك عنده علاقة بالجريمة. الشرطة سألوه كيفاش هاليقين هذا جاه بعد 11 سنة من الجريمة، أشنو حالة وعي؟ قال لهم لا، أما راني في هكا الفترة هذيك ما نجمش نشك في صاحبي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الميكانيسيان هذا وصاحبه جوناتان فيك كانوا يقراوا فرد معهد وعمرهم نفس العمر، يعني 17 سنة في هكا الوقت، وما عندهم حتى مشاكل لا مع الأمن لا مع العباد. وحسب قواله الجريمة متاع دانا كانت بالنسبة ليهم هو وصاحبه حدث عرضي، وما يجيش الباله أنه جوناتان فيك يعمل عملة كمن هذيك. وفوق من هذا قالوا لهم اللي هو ما بان عليه حتى شيء. لكن نهارة اللي شاف أشلي بنت الضحية دانا وجابت له الكهرباء متاعه باش يعمل لها فيدونج، برشا حاجات رجعت للذاكرة متاعه، وهذاك علاش جال الشرطة باش يرضي الضمير متاعه ويحكي لهم على اللي صار، لعل وعسى يعاون هكا ليتيمة من أمها وعلى الأقل تلقى راحة البال. في مجريات الأبحاث مع الميكانيسيان قال أنه نهار وهو خارج من الليسي وجاء صاحبه فيك بكرهبته، كانت عنده فورد برونكو، وقال له هاي نشيعك، هو طلع معاه. وفي الثنية صاحبه فيك قال له بعد ما نشيعك باش نمشي نحجم شعري، قال هالو هو فرحان برشا، الشيء اللي خليه يسأله على السبب متاع الفرحة هذيك. فيك قال له باش نحجم شعري عند دانا. الميكانيسيان حسب قواله ما كانش يعرف اللي صاحبه يحكي على دانا سوترفيلد، اصلا ما كانش يعرف اللقب متاعها. الحاجه الوحيده اللي قعد يتذكرها هي الطريقه اللي كان يحكي بها صاحبه فيك واللي فيها برشا اعجاب متاع واحد مخبوط فيها. وقتها سالوا انت مستانس تحجم في صالون دو كوافير متاع نساء؟ فيك جاوبه قال له انا مع دانا نحجم في الشارع في الماء وحتى في السماء، انت ما تعرفهاش، قنبلة متاع شبوبية وحاجة من وراء العقل، وما نبرت إلا من طيحها وتولي تخرج معايا. الميكانيسيان زاد أكد أنه الحجامة هذيك اللي مشى لها فيك صاحبه اتقتلت في الليلة هذيك، معناها في الليلة اللي قال له هاني ماشي باش نحجم عند دانا. ولهنا السؤال اللي خامر المحقين، يا أخي هذا الكل مربطش العلاقة ما بين كلام صاحبه واللي صار؟ المسألة ظهرت غريبة للمحقين، لهالدرجة ما تسألش إذا كان صاحبه مسؤول وإلا لا على اغتصاب وقتل دانا. الميكانيسيان حسب قواله ما شكش في صاحبه بالكل، قال أنه وقت عمارهم 17 سنة وما كانت عندهم حتى مشاكل مع حتى حد، وعمرهم ما عملوا عملة تستحق أنه واحد يشك في الآخر. وبالنسبة لي في هاك الوقت مستحيل أنه صاحبه فيك يقدم على أمور كمن هذيك. لكن يبقى السؤال مطروح، زعم الميكانيسيان ما في بلوش بحويجة؟ هذا هو اللي اعتبروه المحقين مستحيل، لكن مدام الراجل جاهم بساقيه وشهد حتى بعد 11 سنة ما هوش مشكل، لعل صارت له حالة وعي
وكشاف أشلي بنت الضحية ضميره فاق وأنبو على السكوت متاعو، وقرر باش يعاونها على أنها تعرف الحقيقة متاع قاتل أمها لعل توصل النوع من راحة البال بعد المأساة اللي عاشتها. في نفس السياق الميكانيسيان زيد قال أنه كلم الشرطة بعد مدة وقال لهم أنه عنده شك في صاحبه، وقال اللي هو يملك فورد برونكو. الشرطة طلبت منه باش يعطيهم التاريخ متاع النهار اللي طلب فيه، أعطاهم التاريخ لكن ما لقاو حتى أثر للبلاغ متاعه، وهو أكد لهم أنه وقت اللي طلب ما حبش يعطي الهوية متاعه، وربما على هذاك البلاغ متاعه ما خذاوش بعين الاعتبار. لكن المهم أنه مسألة الكرهبة هذه كما سبق وقلنا لكم ابقات مدة في قلب اهتمامات المحققين اللي استجوبوا برشا ناس من اللي يملكوا فورد برونكو، ومنهم أم فيك هذا اللي الكرهبة كانت باسمها، والمحققين في هكا الوقت كبشوا فيها. يمكن الحاسة السادسة متاعهم خدمت ووصلوا طلبوا من المحكمة إذن باش ياخذوا عينة من الأديان متاع ولدها فيك، لكن المحكمة رفضت الطلب متاعهم، والقضية في هكا الوقت عمرها عام. ولهنا نجم نقولوا أنه القاتل تعدى قدام خشومات الأمنيين على خاطر فيك هذا، وباش ما نطولوش عليكم هو اللي اغتصب وقتل دانا شوترفيلد. وباش تكتشفوا كيفاش، وإذا المسألة بقات 11 سنة باش تلقى حل، السبب هو أنه حتى دليل مادي ما وصل الشرطة لفيك ولا لصاحبه الميكانيسيان. ولهنا يقول القائل إذا وقتها المحققين ما تحصلوش على إذن باش ياخذوا عينة من الأديان متاع فيك، في الوقت الحاضر يعني بعد 11 سنة مع الشهادة اللي جاتهم من عند الميكانيسيان الحكاية ولات ممكنة. لكن بما أنه شاهد متمسك بعدم الإفصاح على الهوية متاعه، حتى قاضي ما ينجم يسلمهم إذن، والقضية باش ترجع وين كانت، معناها في النقطة الصفر. الحل الوحيد هو الضغط على الميكانيسيان باش يقبل أنه الشهادة متاعه تمكن من التحصل على عينة من الأديان متاع فيك. وكيل الجمهورية والمحققين أعطاه الضمانات الكل للميكانيسيان، ووعدوه أنه حتى حاجة ما هي باش تصير له في صورة ما إذا أعطى الرواية الحقيقية متاع الأحداث، يعني يحكي اللي صار بالضبط، وفوق من هذا يصحح على الأقوال متاعه باسمه. هكاك الشرطة تنجم تتحصل بدون عناء على عينات من الحامض النووي متاع صاحبه جوناتان فيك. في تواتر هالأبحاث مع الميكانيسيان، وبعد ما المحققين ريقهم شاح، اقبل باش يفصح الهوية متاعه للقضاء، وقال أنه السبب اللي خلاه يتمسك بالغفلية لانونيما هي أنه صاحبه جوناتان فيك هدوا بالقتل في صورة ما إذا يحكي حاجة لحد آخر أو يبلغ عليه الشرطة. هالميكانيسيان هذا واللي توا باش تعرفوا اسمه ميكايل بيس باش يكون مفتاح القضية، وهو اللي مكن بالشهادة متاعه من أخذ عينة من الأديان متاع فيك، ويثبت اللي صاحبه هو القاتل المغتصب متاع دانا. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، جوناتان فيك بقى 10 سنين وهو هارب من بلاصة لبلاصة، دخل للجيش الأمريكي المارينز، عمل برشا مشاكل ورصات له من جزرنا لجزرنا، كل ما يعمل مشكلة ينقلوه. من بعد عرس وعنده بنية، لكن سيرته كانت حموم وتراكمت عليه قضايا العنف، ولو كان مجاش عسكري راهو شبع حبس، لكن في كل مرة عرفاته في الجيش وهما اللي فكوا عليه. برشا مرات ضرب نساء وتنازلوا على الدعوة متاعهم، برشا مرات مرته تشكي بيه من أجل العنف، وكيف كيف زادة تسقط الدعوة متاعها. لكن السيد في حقيقة الأمر كان مشروع متاع مجرم كبير، أن سيريال كيلور، قاتل تسلسلي، والاختصاص متاعه هو الاغتصاب والقتل. ولو كان مش الشهادة متاع صاحبه الميكانيسيان ميكايل بيس، الشرطة عمرها ما كانت توصل للعينة متاع الأديان متاعه اللي في نهاية الأمر هو اللي ورطه وأكد جريمته. في نهاية هالقضية ابقى سؤال مطروح، زعم دانا الحجامة كانت الضحية الوحيدة متاع جوناتان فيك؟ لا، الشرطة كان عندها شك لكن ما تحصلت على حتى دليل أنه هو اللي وراء اختفاء واحدة اسمها إيزر سيلرز. عام 2002 الطفلة هذه اختبها جوناتان فيك وخرج معاها برشا مرات، واختفيت مرة واحدة على الأنظار ما لقاو كان الكهرباء متاعها مطيشة بجنب بحيرة. لكن يقاتل الروح وين تروح، لأنه في شهر نوفمبر 2005 تسلطت على جوناتان فيك عقوبة السجن مدى الحياة، ورغم هذا باقي يسيح في وسط المحكمة يقول اللي هو بريء.
القاضي قال له احمد ربي انهم ما جبدولكش القديم والا راك مشيت الرواق الموت. نهج التريبيونال. قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام.